السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم محمد عصام، ان شاء الله اكون معاكم في محاضره جديده هنتكلم فيها عن كورس الرسم الاحترافي بالرصاص. هنبدا نتكلم عن محاضره نسب البورتريه بس بالرسم، ازاي ابدا ارسم النسب خطوه بخطوه. احنا اتكلمنا عنها في المحاضره اللي فاتت واللي قبلها نظري، وازاي الخطوات دي بتتاخد نظري، وايه المعلومات اللي نعرفها بسيطه كده عن نسب البورتريه. النهارده نبدا نتكلم عنها عملي بالرسم الفعلي، ونبدا نشوف ازاي لو هبدا ارسم بورتريه اظبط نسبه الاول، وابدا اشوف النسب بتاعتها هتتظبط ازاي، والعين هتحط فين، والمناخير هتحط فين، والكلام ده كله، وازاي كمان اشوف الشخص ده هيبقى رفيع ولا تخين، وازاي اقدر اتحكم في الجزء ده اللي هو الكارثه عندنا في رسم البورتريه. ان شاء الله استنى رايكم في الفيديو. يا رب الفيديو يفيدكم، ما تنسوش تعملوا لايك وشير لو الفيديو عجبكم، وهستنى رايكم كمان في الكومنتات تحت، واي اقتراحات عندكم في الفيديوهات اللي جايه اكتبوها لي تحت وانا هرد عليكم باذن الله. يلا، لو اتفرجتوا على الفيديو اللي احنا كنا منزلينه عن مراحل او خطوات الرسم، فاحنا كنا قلنا عندنا ان احنا ثلاث مراحل. اول مرحله كروكي، بعد كده التحضير، بعد كده الفينش. طيب، في الاول في الكروكي بتاعنا بتاع البورتريه، اول حاجه هبدا ارسمها في البورتريه هو الكروكي بتاع البورتريه. والكروكي بتاع البورتريه هو الكوره اللي احنا كنا عملناها في الفيديو اللي فات، تقسيمات الكوره والحاجات اللي احنا عملناها في التقسيمه بتاعت الكوره على حسب وضعيه البورتريه، وده اللي احنا اتكلمنا عنه في الفيديو اللي فات، اللي هو الخطوط دي ببدا اخدها ازاي لو البورتريه بتاعي متحرك يمين او شمال او بالجنب او الكلام ده كله. فانا عملت الكروك بتاعي هنا واللي هو الكوره وخطين الزايد، انا هرسم واحد باصله قدامه فالخطين عدلين زي ما هم، هبدا اخد منهم الشكل اللي كان بيضاوي اللي كنا قلنا عليه في الفيديو اللي فات، اللي هو مكان الدقن يعتبر يعني، ماشي. وعملت الكيرف مثلا بتاع الدقن، وقلت احدد لنفسي كده بالراحه ان ده مكان العين، حلو، وان هنا مكان المناخير، وده اللي احنا اتكلمنا عنه المره اللي فاتت. بوضح لكم كذا مره عشان لو حد ما شافش الفيديو يشوف الفيديو اللي فات، وان هنا مثلا مكان الكسره بتاعت الجبهه، والناحيه الثانيه مكان الكسره بتاعت الجبهه. والخطوط دي بتكون كلها كروكي. كروكي يعني ايه؟ يعني هي مش ظاهره، هي مش باينه عندي، ده هي كلها شخبطه، ممكن ما تبقاش موجوده في الرسمه اصلا، انا بس بشخبط كده على الرسمه عشان اعرف احدد لنفسي مكان كل حاجه. يعني مثلا دلوقتي انا خلاص عرفت ان ده مكان العين، ده مكان العين الثانيه، ده مكان المناخير، ده مكان البق، صح كده؟ هنا مثلا مكان الشعر. طيب، اللي احنا عملناه ده بشخبط لنفسي عشان ابدا ارسم بقى الرسمه بالنسب بتاعتي المظبوطه. طيب، تعالوا بقى نبدا نرسم بنسبنا المظبوط. اول حاجه هنبدا نرسمها، عايز اعرف مكان العين فين. فجد اشتغلت على الرسمه بتاعتي كده، فقلت في الاول هنا ان انا هحدد نقطتين، واحد اتنين، وقلت المسافه دي، المسافه بتاعتي دي هي دي مسافه العين. طيب، اخترتها على اساس ايه؟ على حسب الحجم اللي انا رسمه في الكروك بتاعي، ان انا هرسم البورتريه مساحته قد ايه، كبير او صغير. واول حاجه بدات بيها العين، يبقى العين دي اللي هتشكل لي حجم البورتريه كله. فعشان كده عملت ايه؟ عملتها بمسافه البورتريه اللي انا عايز ارسمه. يعني مثلا لو انا عايز ارسم بورتريه كبير يبقى هعمل عين دي كبيره، لو انا عايز ارسم بورتريه صغير يبقى هعمل عين صغيره. طيب، عملت اول نقطتين وهبدا ارسم شكل العين بتاعتي على حسب بقى البورتريه اللي انا برسم منه. وبعد كده هبدا ارسم العين الثانيه. طب قبل ما ارسم العين الثانيه، ما بين العين والعين عين، احنا قلنا ده في الفيديو بتاع النسب. يعني لما اجي ارسم العين الثانيه هقيس مسافه العين دي، وبعد كده اخدها احطها هنا في النص، وبعد كده هبدا ارسم العين. طيب، ابدا ارسم العين دلوقتي؟ لا، لازم اعرف نهايتها فين، يبقى هقيس نفس مسافه العين واخدها احطها من بعد النقطه دي ثاني، واعمل نقطه كمان، ويبقى انا بقى عندي هنا مسافة أول عين، وبعد كده المسافة اللي في النص ما بينهم، وبعد كده مسافة العين التانية. وهبدأ أرسم العين التانية بتاعتي على حسب برضو شكل الصورة. يبقى احنا النسب عندنا اللي بنعملها دي عبارة عن نقطة بداية ونهاية، لكن أي خط بعمله ده بيكون إيه؟ من البورتريه نفسه أو من الصورة اللي أنا برسم منها. طيب، العين دي مش شبه العين دي، عشان ما حدش يجي يقول لي العين دي بتطلع معايا مش شبه دي والكلام ده. في الحقيقه دي مش شبه دي، دي مختلفه عن دي، فما حدش يجي يرسم العين دي من العين دي، يفضل ينقلهم من بعض، ده غلط جدا. طيب، بعد كده هاجي ارسم الحاجب بتاعي. طب الاول الخط بتاع العين ده هحتاجه في حاجه تاني؟ اه طبعا هحتاجه. هحتاجه في ايه؟ في مكان الودن. مش قلنا ما بين العين والودن عين؟ يبقى على نفس الخط ده هقيس مسافه العين واخدها وهعمل نقطه، يبقى هنا مكان ايه؟ الودن. الناحيه الثانيه هاخدها واعمل نقطه، يبقى هنا مكان الودن الثانيه. يبقى انا عندي دلوقتي كام عين؟ 1 2 3 4 5.
خمس عيون موجودين عندي او خمس مساحات عيون عشان ابدا ارسم البورتريه بتاعي. ما ينفعش ارسم الودن دلوقتي، لازم ارسم الحاجب. ليه؟ علشان الحاجب هو عنده اعلى مكان في الودن، وده قلناه في الفيديو بتاع النسب. طيب فانا هبدا ارسم الحاجب الاول، يبقى هاجي ارسم الجفن الاول اللي هو ما بين العين والحاجب، وبعد كده هبدا ارسم الحاجب. لو حد بيرسم معايا وانا بشتغل يعني مش حابب ده ومش حاجه كويسه، ممكن انت تتفرج على الفيديو وبعد ما تخلصه تبدا ترسم من صوره بورتريه مش من الفيديو، تمام؟ لان الفيديو الشرح مش عشان ترسم ورايا، انا هعمل لكم فيديوهات بعد كده خطوات بانك ترسم ورايا خطوه بخطوه، لكن الفيديو ده للشرح انك تكون فاهم اكتر ما انت ترسم ورايا، لانك مش هتستفاد كويس لو رسمت ورايا. طيب وهبدا ارسم الحاجب الناحيه الثانيه مثلا. لو تفتكروا كنا قلنا في الفيديو اللي بتاع النسب ان اعلى مكان في الودن عند الحاجب. طب انهي جزء من الحاجب؟ عند بدايه الحاجب من هنا، هو ده الجزء اللي عنده اعلى مكان فين؟ في الودن. يبقى انا هاجي من عند بدايه الحاجب دي واخد الخط ده كمله كده الناحيه دي والناحيه دي. ليه؟ عشان ابدا ارسم اعلى مكان في الودن. يبقى هاخد ده من هنا والناحيه الثانيه نفس الكلام. طيب بص كده هتحس ان الودن بتاعت البورتريه بتاعتي كبيره جدا، بقت طويله. لسه لما نكمل كمان هتحس انها كبيره اكتر، بس هوريكم ليه كمان شويه، هوريكم الكلام ده كله هيتعدل ازاي. طيب عايز ابدا اكمل الودن بتاعتي، مش هينفع، لازم ارسم الايه؟ المناخير الاول، لان احنا كنا قلنا ان نهايه الودن مع المناخير. طب لما اجي ارسم المناخير، قلنا المناخير بتبدا من تحت القناه الدمعيه وبتنتهي تحت القناه الدمعيه، يبقى انا هاجي من تحت القناه الدمعيه وهعمل خط كده خفيف، ومن تحت القناه الدمعيه من الناحيه دي وهعمل خط خفيف، وهقول هنا هبدا ارسم المناخير من هنا لغايه هنا. طب طولها قد ايه؟ عشان ممكن الكروك اللي انت رسمه في الاول ما يكونش مظبوط، وده طبيعي وعادي جدا. انا مش ملزم على فكره بالكروك اللي انا رسمه، ممكن اتلخبط عنه، ممكن اطلع بره، والكلام ده عادي جدا. الكروك ده علشان بس يظبط لي مكان كده، كروك البورتريه، مكان البورتريه تقريبا هيبقى فين وخلاص. طيب فطول المناخير عندي قد ايه؟ طول المناخير عندي هو من عند قناه دمعيه لغايه بدايه الكوره، المسافه دي قد العين. حلو، يبقى انا هروح قايس مسافه العين واخدها اطبقها بالطول واعمل نقطه واقول هنا هبدا ارسم الايه؟ المناخير، وابدا ارسم الشكل بتاعي بتاع المناخير على حسب شكل الصوره بتاعتي. طيب الكيرف ده نفسه قد ايه؟ الكيرف ده نفسه تقريبا بيكون نص عين، شايفين العين دي؟ باخد نصها كده اهي، المسافه دي بس، بيكون نفس الكيرف ده. طب في كارثه بتحصل، اوعى حد يجي يرسم المناخير يروح واخد الخط ده ويطلع بره الخط اللي انا رسمه هنا. غلط، امال انا عامل الخط ده ليه؟ انا عامل الخط ده عشان يقول لي اخر الكيرف بتاعك جوه هنا مش بره. هبدا ارسم الناحيه الثانيه. طيب حلو، عايزين نبدا نرسم باقي الودن بتاعتي. الودن نهايتها فين؟ نهايتها عند اخر المناخير. يبقى من عند اخر المناخير كده وهعمل خط يمين وشمال. ليه؟ علشان يقول لي مكان الودن عند النقطه دي. طب مكان الودن فين؟ تحت بدايتها، تحت البدايه بالظبط. يبقى من باجي من عند بدايه الودن من هنا وبعمل خط مستقيم لتحت وبقول هنا مكان نهايه الودن، ونفس الكلام الناحيه الثانيه، خط عمودي لتحت كده، تمام؟ يبقى عندي هنا مكان نهايه الودن. طيب وابدا ارسم الودن تنزل لغايه الجزء ده، وبصوا هتلاحظوا الودن ازاي كبر جدا جدا معايا. انا عارف ده كويس جدا، وعارف ان انتوا شايفينها كبيره جدا. هوريكم في الاخر التعديل ازاي، عندنا مفاجاه في الفيديو في اخر الفيديو، تمام؟ اللي هو ازاي كل ده بيظهر، وازاي الشخص ده بيرفع وبيتخن والكلام ده، تمام؟ في حاجه صغيره كده هنعملها في اخر الفيديو. طيب كده احنا رسمنا العين، مناخير، حاجب، ودان. عايز اكمل باقي البورتريه بتاعي. دلوقتي احنا خلصنا اول تلت عندنا، اول تلت اللي هو بدايته فين؟ اللي هو بدايته عند الحاجب، ونهايته فين؟ عند المناخير. يبقى انا هقيس من عند المناخير لغايه الحاجب واخد المسافه دي احطها فوق عشان اجيب مكان ايه؟ الشعر. يبقى هنا مكان الشعر. طب هقيس نفس المسافه دي واخدها احطها تحت عشان اجيب مكان ايه؟ الدقن. يبقى انا دلوقتي عندي الكروك اللي كنت عامله ده كان غلط، الدقن المفروض تطلع لفوق. علشان كده بنأكد على النسب بتاعتنا علشان اعرف مكان الحاجه فين. الكروك ده بس قلنا عشان يظبط لي المكان بالتقريب بس. طيب نيجي بعد كده للبق، والبق ده هو بيكون فيه ازمه كبيره، يعني في ناس بتقول تقريبا هو تلت المسافه دي، والكلام ده مش مظبوط قوي.
طيب في عندي نسبة لي هي تقريبا أقرب واحدة صح، لأن في البق في كذا نسب وفي اختلافات كتير في المعضلة، فهو في نسبة كده اللي هي قريبة شوية للصح. طب إيه هي؟ بيقول لي البق ده أو المسافة دي الأول من المناخير لغاية الدقن هقسمها بالنص، ده النص بتاعها. حلو؟ النص اللي فوق ده هاخد تلته اللي تحت، شايفين النص اللي فوق ده؟ أخدت تلته كده اللي تحت الناحية، هو ده الخط اللي في النص بتاع البق اللي هو بيكون فوقيه الشفايف، حلو؟ وتحتيه الشفايف. البق بقى بيبدأ منين؟ بيبدأ من عند نص العين، يبقى هاجي من عند نص العين كده وأعمل خط لتحت وهقول هنا مكان بداية البق، وهاجي من الناحية التانية وأعمل نفس الكلام وهقول هنا نهاية البق، يبقى أنا عندي البق بيبدأ من هنا وبينتهي هنا، وده مكان خط البق بتاعي. طيب بصوا كده، حتى البق هتحس ان هو كبير، يبقى دلوقتي بعد النسب دي انتوا حاسين ان البورتري ده فيه حاجه غلط مش مظبوط، ودانه كبيره قوي، مناخيره عريضه، بقه كبير قوي مش طبيعي، صح كده؟ طيب تعالى نبدا نرسم الشعر كده شويه، نحط مكان الشعر ونشوف البورتري ممكن يتغير ولا لا. فهبدا مثلا اقول ان هو لو واحد عنده سوالف مثلا من هنا، بعد كده الشعر بيطلع لبره شويه ويدخل لجوه تاني، في كسرات كده الجبهة بتاعته الناحية التانية، آخر الشعر مش هنا، لا آخر الشعر فوق. حلو، علشان ما حدش يجي يرسم آخر الشعر يروح عامله مع الكورة دي أو الكلام ده فيبدأ يبوظ الدنيا خالص. فده مكان الشعر بتاع الشخص بتاعي مثلا. طيب لو احنا عملنا كده هنحس بحاجة، هنحس إن الودن شوية صغرت، هي لسه حجمها كبير بس شويه بدات تصغر عن اللي احنا كنا شايفينه، بس لسه برضو كبيره يعني. طيب تعالوا نبدا نظلل ونشوف بعد التظليل الاختلاف هيبقى قد ايه في الرسمه بتاعتنا. كده بقى احنا بينا النص اللي متظلل والنص اللي مش متظلل، وعايزين نشوف الفرق. يعني احنا ممكن بس ناخد الصوره كده تبين البورتري بتاعنا ان النص اللي متظلل بيكون شكله عامل ازاي، النسب اللي احنا عملناها بعد التظليل بيبدا يبان شكلها عامل ازاي، تمام، وقبل التظليل بيكون عامله ازاي. فمثلا ممكن نيجي نعمل كده، علشان نبين النص بتاعنا اللي متظلل بقى شكله عامل ازاي. طيب ولو اخدنا ده ونقلناه الناحية التانية نشوف النص بتاعنا اللي مش متظلل شكله عامل ازاي، ان الوش هنا بقى باين تخين، البق كبير، الكلام ده كله، الرقبة عريضة، الودن كبيرة. طيب لو احنا جينا نقلنا ده هنا، فالنص هنا مظبوط، الوش رفيع، الودن مظبوطة، المناخير مظبوطة، البق مش كبير، الرقبة مش كبيرة، صح؟ كل ده بيبان بعد التظليل، وكمان بيبان بالتظليل الشخص ده رفيع او تخين. دي بتبدا تبان منين؟ من التظليل بتاعنا، من التظليل اللي احنا بنعمله، تمام. وبكده تكون خلصت الحلقه بتاعتنا، يا رب يكون الفيديو عجبكم وتكون المحاضره مهمه واستفدتوا منها. هستناكم في فيديو جديد، المحاضره الجايه هنبدا نتكلم فيها عن شرح العين. شرح العين دي لوحدها ممكن ناخد فيها 4 فيديوهات تقريبا، ده هيحصل ان العين هيكون فيها 4 فيديوهات بالتفصيل، هشرحها لكم بالتفصيل الممل.
تمام. فمن اول محاضره الجايه هنبدا نتكلم فيها عن تفاصيل البورتريه، العين لوحدها، المناخير لوحدها، البق لوحده، الودن لوحده، كل جزء لوحده. يا رب الفيديو يكون عجبكم وتستفادوا منه، ويا ريت لايك ويا ريت شير للفيديو. هستناكم ان شاء الله في الفيديوهات الجايه، ولو عايزين اي حاجه اعملها لكم فيديو جديد اكتبوا لي في الكومنتات تحت، ورايكم هستناك في الكومنتات تحت. يلا السلام عليكم.